احكي لي بقى يا معي. قبل ما تحكي لي ماشي، قولي لي هديه. ايه دي؟ بصي ده جار، وانت نازله الصبح كده قبل التصوير ممكن تاخديه معاكي. هو بيكون فيه شويه فاكهه، فيتامينز. طبعا الفيتامينز الجسم بيحصل عليها من الفاكهه واحيانا الخضار، كيوي، فراوله، زبادي يوناني، شويه شوفان كده فيهم الياف يحسوكي بالشبع طول اليوم. ممكن. وعلى الوش شويه مكسرات عشان التركيز. ايه بقى اللي قلتي بيساعد على انه يشبعني اليوم كله؟ عشان الالياف. الالياف الشوفان رائع رائع رائع. تاخديه مثلا، تاخدي 3 معالق او 4 معالق على كوبايه لبن او كوبايه زبادي، تفضلي مثلا شبعانه 5-6 ساعات بعدها، لان هو فيه فايبرز كتير. الفايبرز بتساعد الجسم ان هو يفضل خلاص انا شبعان جوه في البطن، ما شبعان، انا مش هاكل حاجه تاني خلاص. انا كل يوم هعمل بتاع الجار بتاعك ده. في افكار كتير كمان منه، وفي افكار كتير اي ممكن تحطي عليه ناتس مثلا، مكسرات. اي نوع مكسرات؟ اي نوع مكسرات، بس تبقى نيه ومش مملحه، نيه عشان تبقى زيوت فيها لسه ما حصلهاش اي بندق كاجو فستق كل حاجه. بس مش طبعا برضو الكميه، ما ينفعش مثلا اخد الجار كله. لا انا اكيد. ميرسي يا مي على الفطار بتاعي. انا افطر دلوقتي، افطر معاكي 5 ساعات.